السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة المحاضرة اللي هنتكلم عليها هي الجينجيفال اند بيريدونتال بروبلمز ان تشيلدرن. في البداية حابة ان احنا نفتكر مع بعض شوية حاجات او مصطلحات اساسية related للاناتومي of healthy gingiva. احنا الحقيقة الجينجيفا عندنا متقسمة ل 3 portion، عندنا البابيلاري portion، عندنا المارجنال portion، عندنا الاتاتشد portion. البابيلاري portion هو الجزء اللي بيبقى occupying في الانتردنتال سبيس اللي احنا بنسميه الانتردنتال بابيلا، تمام؟ زي ما موجود في الصورة عندكم. البورشن التاني اللي هو المارجنال portion، ده اللي هو بيعمل لي زي كولر اوف فري جينجيفا، بيبقى surrounding النك اوف ايتش توث. البورشن التالت هو الاتاتشد بورشن، وده بيبقى الجزء من الجينجيفا اللي بيبقى اتاتشد للاندرلاين الفيولر بون، طبعا بيبقى ماسك في الالفيولر بون عن طريق دانس فايبرس تيشو. طيب عايزين نعمل مقارنة سريعة كده ما بين الجينجيفال تيشو في الادلتهود وفي الشايلدهود بيريد. في الادلتهود عندي بتبقى لون الجينجيفا بتبقى بيل بينك، بتبقى فيرملي باوند للالفيولر بون، بتبقى بيكون فيها ستيبلينج، والجينجيفال مارجن بتبقى شارب نايف لايك ايدج. العكس بقى تقريبا في الشالدهود، اللون بيبقى مور ريدش، بيبقى ما فيش عندي ستيبلينج، والجينجيفال مارجن بتبقى راوندد او رولد، ده نتيجة ان بيبقى عندي اديما وهايبري. هنبدأ بالاول ان احنا نعرض كده بس الاسامي سريعا بتاعت الجينجيفال ديزيزز اللي احنا هنعدي عليها في المحاضرة. احنا هي متقسمة ل 3 categories، عندي acute lesion، عندي chronic gingivitis in children، وعندي الcondition gingival enlargement. هنبدأ نتكلم على كل واحدة من دول بالتفصيل. بالنسبة للperiodontal diseases اللي عندي فهي متقسمة ل 4 categories. اول category هي الaggressive periodontitis والperiodontitis as a manifestation of systemic diseases والgingival recession والself mutilation category. هنبدأ بالgingival diseases في الأول ونبدأ ناخد أول category. أول category عندنا هي الacute lesion، وأول diseases في الacute lesion هو الeruption cyst أو الeruption hematoma. الديفينيشن بتاعته بنقول ان هو type of dentigerous cyst بيبقى associated with an erupting tooth، يعني سنة بيحصل لها لسه eruption ما ظهرتش في الاورال كافيتي، بيبقى ده نوع من انواع dentigerous cyst عشان بيبقى بيصاحب دايما ال erupting tooth، او بنقول عليها بيصاحب unerupted tooth، يعني سنة لسه ما حصل لهاش eruption او بيحصل لها eruption، المهم ان هي لسه ما ظهرتش في الاورال كافيتي. سببه ايه؟ سببه ان انا بيحصل عندي ميكانيكال تروما بتؤدي ل تروم بتؤدي ل هيمريج واكيوميليشن للبلد within the follicular space اللي بيبقى محاوط او بيسراوند السنه اللي بيحصل لها ايربشن، بالتالي بيؤدي الى اللون اللي احنا شايفينه ده اللي هو البلوش فلاكتوينت سويلنج اللي بيبقى دايما اوفر ان ايربتنج توث. التريتمنت بتاعه الحقيقة في الأصل أنا ما مش بتدخل تماما، ما بعملش أي اكسجن للسيست ده خالص، لأن السنة أول ما بيحصل لها إرابشن بيحصل رابتشر للإرابشن سيست ده. طيب هل في حالات ممكن أتدخل فيها؟ في حالتين، لو لقيت الأهل قلقانين قوي، أو لو لقيت إن السيست ده تسبب لي في ديلي إرابشن للسنة بتاعتي، ساعتها ممكن بس اتدخل واعمل سيرجيكال اكسجن. دي الكاتيجوري التانية هي الجينجيفايتس اللي بتبقى مصاحبة لأي سنة بيحصل لها إرابشن.
فاول ديزيز فيه اللي بنقول عليه الايربشن جينجيفايتس، ده بيعبارة عن لوكالايزد انفلاميشن مكان السنه اللي بيحصل لها ايربشن، وبيختفي اول ما السنه دي تظهر في الاورال كافيتي. طيب ده ايه علاجه؟ علاجه ان انا بس مجرد بحط توبيكال انستيديا قبل الاكل علشان الطفل يعرف ياكل كويس، عشان بيعمل بين ريليف فبالتالي يعرف ياكل. النوع التاني هو البيريكورونايتس. البيريكورونايتس دي بقى اكيوت انفلاميشن بتبقى بتحصل في الجينجيفا اللي بتبقى يعني محوطة او مغطية السنة اللي بتبقى لسه برضو بيحصل لها إرابشن، يعني عايزة لسه تطلع في الأورال كافيتي. انا بس بأكد ان دي سنة ما طلعتش لسه في الأورال كافيتي، دي بتطلع. طيب كومن جدا في ايه؟ الويزدم توث. ده طبعا لما اجي بتكلم على الادلتس الويزدم توث، وانتوا شخصيا اكيد ممكن تكونوا شخصيا يعني حصل لكم بيريكورونايتس لما الويزدم بيحصل له إرابشن، او حد في العيلة عندكم. ده بيبقى عبارة عن زي ما بنقول acute inflammation للأوبر كليم اللي هي الجزء الجينجفا اللي بيغطي السنة. بيحصل ليه؟ بيحصل نتيجة ان بيحصل food accumulation تحت الأوبر كليم دي ومع وجود البكتيريا، فده بيؤدي الى inflammation وبيؤدي الى ممكن وجود exudate تلاقيه موجود تحت الأوبر كليم ده. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعته ايه؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعته ان انا الاوبر كليم دي بتبقى لونها ريد، بتبقى سوالن وبينفل جدا، زي ما بنقول انه بيحصل اكيوميليشن للفود دبري والبكتيريا تحت الاوبر كليم، بالتالي انا لو انا ضغطت شويه ممكن جدا الاقي بيورلنت اكسيوديت بيطلع لي. الاوبر كليم دي ممكن يحصل لها تو بي تروماتايزد يعني during mastication من الopposing tooth. في الحالات السبير ممكن تلاقي فيه سخونية وregional lymphadenopathy. طيب التريتمنت بتاعتها ايه؟ التريتمنت اول حاجة بعمل debride من تحت الاوبركليم بكيوريت، انصح البيشن انه يتمضمض بمية دافية. في وجود الفيفر والlymphadenopathy هبدأ ادي انتبعاتك. لما الأكيوت سيمتمز دي كلها تروح أبدأ أعمل سيرجيكال ريموفل للأوبر كليم. وعامة في العموم يعني الحالة بتتحسن أول ما بيحصل فول إيرابشن للسنة لما توصل للفانكشن أوكلوجن بتاعها. الكاتيجوري اللي بعد كده هي الجينجيفايتس اللي بقى بتبقى مصاحبة لحاجة عكس الكاتيجوري اللي فات. الكاتيجوري اللي فات كانت الجينجيفايتس الاسوشيتد with tooth eruption، هنا بقى الاسوشيتد للتوث اكسفوليشن. لما بيبدأ يحصل او البروسيس of tooth اكسفوليشن اللي هو الشيدنج، بيبقى السنة شكلها بيكون ليها شارب ايدج، بتبقى الروتس بيبقى فيها بدا يحصل لها ريزورشن بس بطريقه ان ايفن، والفاكتورز دول او الاسباب دي بتبقى هي المسببه للميكانيكال اريتيشن للاندرلاين تيش، فده بيعمل لي جينجيفايتس بسيط. حله ايه؟ حله ان انا اول ما اعمل اكستراكشن للبرايمري توث السيمتومز دي بتروح تماما من عندي. نيجي للكاتيجوري اللي بعد كده هي الأكيوت هيربيتيك إنفكشن. الأكيوت هيربيتيك إنفكشن سببه فيرال إنفكشن. اسم الفيروس ايه؟ مهم ان انتوا تعرفوه، اسمه الهيربس سيمبلكس فيروس. وعندي نوعين من الأكيوت هيربيتيك إنفكشن دون، عندي البرايمري هيربيتيك جينجيفو ستوماتيتس، وعندي السكندري تايب اللي هو ريكورنت هيربس لبيالس. الهيربس لبيالس ده اللي هو بيجي لنا كلنا بعبارة عن سمول ليجن كده في اللب بتجيلنا وتروح كل فترة لما بنبقى ستريسد قوي. البرايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتيتس 99% من الـ infected patient بيبقوا سب كلينيكال. يعني ايه سب كلينيكال؟ يعني ما لهمش sign and symptom، لكن 1% بيبقى كلينيكال تايب، يعني الاقي البيشنت جاي وبيشتكي. طيب هيبقى بيجي بقى بيشتكي من ايه؟ ده هنتكلم على البرايمري هيربيتيك جينجيفوستوماتيتس، نعرف الديوريشن بتاعتها. الديوريشن بتاعتها هي تقريبا من 10 ل 14 يوم، يعني بنقول عليها سيلف ليميتنج ديزيز، يعني ممكن بينتهي لوحده.
الايدج بتاعه بنقول انه very rare انه يحصل infection للولاد اللي بيبقوا اقل من سنه، وبيبقى هو common جدا يحصل قبل 6 سنين، قبل 5 سنين، يعني قبل 5 سنين مش قبل 6 سنين كمان. وبنقول ان البيك بتاعته بتوصل تقريبا عند السن او عند عمر 3 سنين. بيحصل الترانسميشن ازاي؟ عن طريق الدايركت كونتاكت، وهو معدي جدا. كلينيكال بيكتشرز بتاعته، انا عندي سيستميك واورال فاندنج، وبنقول ان السيستميك فيتشرز بتسبق الاورال فيتشرز. بلاقي السيستميك فيتشرز اللي عندي، بيكون عندي فيفر، بيبقى عندي irritability، بيبقى عندي صداع هادك، بيبقى عندي some maxillary gland involvement. وزي ما بقولت السيستميك فايندينجز دي بتسبق الاورال فايندينج. طب ايه الاورال فايندينجز اللي انا هلاقيها عندي؟ بلاقي inflammation رهيب، بسميه fiery red diffused inflammation للجنجفا، بتبقى لونها محمر جدا بسبب الانفلاميشن الجامدة. بيبقى عندي، بتبدأ عندي بسمول فيزيكلز، بتبقى مالتيبل سمول فيزيكلز. السمول فيزيكلز دي بتبقى مليانة بسائل، بفلويد بيبقى يلوش ان كالر، لونه مصفر. والفيزيكلز دي بعد فترة يحصل لها رابتشر وتتحول لألسر. يعني الفيزيكل لما بيحصل لها رابتشر بتبقى ألسر. الألسر دي بتبقى الدايمتر بتاعها تقريبا من 1 لـ 3 ملي، وبتبقى very painful الالسر دي، مش بتبقى ديب، بتبقى شالو، وبتحصل في الماوس ما عدا التب بتاعي اوف الانتردنتال بابيلا. يعني ممكن تحصل في اي مكان في السوفت تيشو الموجود عندي في الاورال كافيتي الا التب اوف انتردنتال بابيلا. الاورال ليجن بيحصل لها هيلينج في خلال 5 لـ 7 أيام من غير ما تسيب أي علامة، من غير سكار فورميشن. التريتمنت بتاعي دايما بيهدف إن أنا أريح الأعراض اللي عند البيشنت. يعني البيشنت ده بيبقى بخليه ياخد سوف دايت. السوف دايت ده بيبقى مليان بهاي فلويد انتيك. ليه؟ علشان بيبقى عندي هاي فيفر. احنا قلنا من السيستميك فاندنج بيبقى عندي هاي بودي تمبريتشر، درجة الحرارة العالية دي، عايزين يبقى قصادها سوفت. السوفت دايت بتاعي يبقى بهاي فلويد انتيك. سوفت دايت ليه؟ علشان البيزيكلز والالسر دي صعب ياكل عليها، فلما يجي ياكل حاجة سوفت مش حاجة هارد عشان هتوجعه. ويبعد تماما عن السبايسي او زي ما قلنا الرف او الهارد فود. ياخد فيتامين سبلمنت، ده هيعلي المناعه بتاعته، ويبقى ايزوليتد عن باقي افراد العيله، لان احنا قلنا ان هو معدي وبيحصل له ترانسميشن عن طريق الدايركت كونتاكت. ونبدا نديله توبيكال انافيزيا قبل الاكل، حاجه كده جل يعني علشان يعرف ياكل. ولو البين جامد قوي نبدا نديله انالجيسيك. في حاجة بنبقى خايفين منها ان يحصل secondary infection للالسرز دي، فعلشان to prevent ان يحصل secondary infection للالسرز ممكن ادي كلوروهكسيدين ماوث ووش او ادي اورال اوكسي تتراسايكلين. ده بيمنع لي ان يمنع او يعني بي prevent ان يحصل secondary infection للالسرز دي. والاورال اوكسي تتراسايكلين ممكن يقلل لي duration of the disease شوية. احنا قلنا ان الهربتيك انفكشن ليها نوعين، البرايمري تايب والسكندري تايب. البرايمري تايب ده اللي احنا قلناه اللي هو البرايمري هربتيك جينجيفال ستوماتايتس. السكندري تايب هو الريكورنت هربس لبيالس. يعني ايه بقى السكندري تايب؟ يعني الهربس لبيالس ده او الهربس لبيالس دي بتحصل بعد ما يحصل البرايمري هربتيك انفكشن الاول. يعني لازم الطفل ده يحصل له الاول اول انفكشن، او اي اول ما الفيروس ده يخش جسم الطفل اللي بنقول عليه البرايمري انفكشن هيتسبب لي في البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس. وبعديها يبقى الفيروس ده بيبقى زي كده بيحصل له دي اكتيفيشن في البادي، يبدا يحصل له ري اكتيفيشن تاني لو تعرض لي ايموشنال ستريسز، او لو انا عندي المناعه بتاعتي قلت شويه، او لو بقيت اكسبوزد كتير للسان لايت.
ساعتها بعمل اكتيفيشن للهيربس سيمبلكس فيروس ده، ويبدأ يعمل لي السكندري انفكشن اللي احنا بنسميه هيربس لابيالس. مكانها بقى بيبقى فين؟ بيبقى تقريبا يوجوالي بيبقى على اللب في صورة السمول ليجن اللي انتوا شايفينها في الصورة، واللي انتوا تقريبا يعني معظمكم ممكن جدا يكون اتعرض لها كتير. حلها ايه؟ بما ان ده فيرال انفكشن، ان انا نديله انتي فيرال اللي هو زي زوبيراكس كريم، استخدمه 5 تايمز فور 5 دايز. الكاتيجوري اللي بعد كده هي ريكورنت ابسس ألسر، ودي برضو اعتقد ان معظمكم اتعرض لها، خصوصا في الاوقات اللي بتبقى فيها ستريس كتير زي الامتحانات. الايدج بتاعها عشان كده بنقول هي بتبقى في السكول ايدج تشيلدرن وفي الادلتس. الايتيولوجي بتاعها يعني هو انون، بس بنقول ممكن نتيجه ان بيبقى عباره عن اوتو اميون رياكشن من الجسم للاورال ابيثيليوم، وزي ما احنا بنقول نتيجه تروما او ستريس او ممكن نيوتريشن ديفيشنسي او بعض المشاكل في الجي اي تي. الكلينيكال بيكتشر بتاعها بيبدا الاول بفتره البرودروم او البريدرومال سيمبتومز، ودي قبل يعني المكان اللي هيطلع فيه ألسر. قبل ما يطلع الألسر بيبقى فيه زي بيرنينج وتينجلينج سنسيشن كده، ده بيبقى تقريبا قبل ظهور الألسر بيوم او يومين. والألسرز دي بقى على عكس البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس not preceded by vesicles. يعني احنا قلنا في البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس ان الديزيز بيبدا بفيزيكل وبعد كده بيحصل لها رابتشر فبتسيب ألسر. لا، الألسر بقى بتاعت الأبسس ألسر دي not preceded by vesicles، هي بتبدا على طول اروجن في الاورال ابيثيليوم، بتبقى فالألسر بتبدا تحصل، بتبقى عبارة عن erosion في الابيثيليوم with grayish center. السنتر بتاعها بيبقى لونه grayish والمارجنز بتاعتها بتبقى raised وبتبقى inflamed، عشان كده بتبقى لونها بتبقى محمرة شوية. طيب التريتمنت بتاعتي بتبقى ايه؟ والله لو mild case زي ما تقريبا معظمنا لما بيجيله ما بنعملش حاجة، بنسيبها بس بنتجنب ان احنا ناكل او نجيب في الحتة دي اكل، او ما ناكلش حاجات سبايسي او حاجات سخنه قوي، ما بناخدش اي تريتمنت. لكن في السيفير كيسز ممكن نبدا نضطر نحط سيرفيس انستيك اوينتمنت، او ناخد حاجه زي نعمل نستخدم ماوث ووش بيكون فيه الاكرومايسين، او ممكن نستخدم بيست اسمها افساسول. الافساسول دي مينلي فور التريتمنت اوف ابسس ألسر، عشان الاكتيف انجريدينتس اللي فيها بتبقى ليه خصائص ان هو انتي انفلاماتوري وانتي اليرجيك، وممكن اخد ماوث ووش انتي مايكروبيال ماوث ووش. وريسنتلي بدأوا يعالجوا الابسس ألسر دي بالكربون دايوكسيد ليزر. النوع السادس في الجينجيفال ديزيزز عندي نوع اسمه الاكيوت نيكروتايزنج ألسيراتيف جينجيفايتس، اللي الابريبيشن بتاعه بنقول عليه الاي ان يو جي. هو بيحصل نتيجة فيوزيفورم باسيلاي، ليه شوية بريديسبوزينج فاكتورز زي المالنيوتريشن اللي بيبقى موجود في بعض الاماكن. لو البيشنتس او التشيلدرن دول عندهم هيستوري of some diseases زي الفيرال انفكشن المسببة للميسلز والتشيكن بوكس. الايدج بتاعه هو اكتر بيبقى في الادوليسنس، ما بيحصلش كتير في اليونج تشيلدرن، بس وجد انه ممكن يحصل في اليونج تشيلدرن في الكاونتري اللي هي بتبقى مش متقدمة قوي، اللي بنقول عليها less developed countries. ده بسبب سوء الأحوال الاقتصادية اللي بتؤدي لسوء التغذية، واحنا قلنا ان المالنيوتريشن ممكن تبقى من البريديسبوزين فاكتور بتاعتها. طيب أخبار الديوريشن ايه بقى؟ ديوريشن بقى بتاعتها عكس البرايمري هيربيتيك جينجيفال ستوماتايتس وعكس الأبسس ألسر، ان احنا قلنا ان هي سيلف ليميتيتنج ديزيزز، يعني يخلصوا لوحدهم في خلال 14 يوم. الـ ANUG لا، ما بيخلص لوحده، هو not self-limiting disease، لو سبناه بيبدأ يحصل spread
للانفكشن اكسترا اورال ويعمل لي ديزيز اسمه النوما ديزيز. النوما ديزيز ده بتبقى هي حاله او كونديشن بيبدا فيها يحصل زي داي للبادي تيشوز. البادي تيشوز بيحصل لها زي ان هي تموت. يعني ايه تموت؟ يعني ايه اقول الاجزاء دي من جسمي ماتت؟ يعني ما وصلهاش بلاد سبلاي. فاللي بنقول عليه ليها مصطلح تاني اللي بنقول انها حصل بالعربي بنقول عليها غرغرينا او الجانجرينس بروسس. ده لو حصل وطلع بره الانترا اورال بيبدا يأفكت النوز واللبس. الاجزاء دي بتبقى اجزاء ميته من الجسم. هو بالنسبه للترانسميشن بيبقى هو غير معدي، يعني مش زي البرايمري هيربيتيك جينجيوستوماتيتس اللي احنا بنقول لازم يحصل ايزوليشن للمريض لانه معدي. لكن ده هو مش معدي اصلا. كلينيكال بيكتشر بتاعته بتبقى مميزه جدا لان بيبدا يحصل رابيد ديستراكشن للانتردنتال بابيلا. الرابيد ديستراكشن ده بنسميه punched out interdental papilla، يعني اكن interdental papilla دي اكنها متاكلة. وبالتالي بقت necrotic tissue. necrotic tissue ده بقى بيبقى تحتيها فيها زي erythematous line كده، وكل الهيصة دي بتبقى متغطية بسودو membranous necrotic membrane او covering. طبعا بيبقى فيه pain وبيكون فيه bleeding، بيكون فيه foul odor، وبيكون في excessive salivation بسبب البين. وفي السيفير كيسز بيكون عندي فيفر وملاز وليمفادينوباثي. التريتمنت بتاعت الـ ANUG اول حاجه بنعملها ان احنا لو عندي local irritating factors اشيله. لو عن ابدا اعمل subgingival curettage ودبرايدمنت للنكروتيك تيشوز اللي احنا بنقول عليها، ابدا استخدم ماوث ووش اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ماوث ووش. في الحالات اللي بيكون فيها فيفر وليمفادينوباثي هدي انتبيوتيك، وابدا استخدم او اعمل سيرجيكال كونتورنج لجينجيفال مارجن نتيجه رابيد ديستراكشن اللي حصل للانتردنتال بابيلا، فابدا اعمل جينجيفوبلاستي. الكاتيجوري اللي بعد كده هي infection fungal infection، بتحصل نتيجة فنجس موجود طبيعي في الأورال كافيتي بتاعنا اسمه المونيليا ألبيكنز. بيحصل امتى بقى؟ بيحصل لما الفنجس ده ياخد فرصته وينتعش كده ويتكاثر. طب امتى ده بيحصل؟ لما البيشنت يبدأ ياخد انتبيوتيك بروت سبيكتروم لمدة طويلة جدا. الحقيقه لما البيشنت بياخد انتي بايوتيك بروت سبيكتروم لمده طويله ده بيؤدي ل ان احنا الاورال كافيتي فيها بكتيريا وفيها فنجس. طيب البكتيريا دي نتيجه الانتي بايوتيك تبدا عددها يقل جدا، بالتالي الفنجس بيبدا يزيد في العدد وتسبب لي في الفانجل انفكشن اللي هي الاورال كانديديزيس دي. بتبقى كلينيكالي بتبقى عباره عن ايه؟ كلينيكالي بيبقى عباره عن بلوش وايت باتش بتحصل في اي حته في الاورال ميكوزا. لو حاولت ان انا اشيله بيسيب سطح بيبقى بليد، يعني بيكون في بليدنج سيرفيس وبيبقى فيري بينفل جدا. التريتمنت بتاعته اول حاجه اوقف الانتي بايوتيك واخد حاجه انتي فانجل زي الميكوستاتين او النيستاتين سسبنشن. النوع الاخير في الاكيوت ليجن هي الاكيوت ستريبتوكوكال جينجيفايتس، يعني حصل ستريبتوكوكال انفكشن ودي بكتيريال انفكشن. بالتالي انا صعب ان انا اعرف ان او اقول ان الانفكشن اللي عندي في الجينجيفال تيشو دي هي الاكيوت ستريبتوكوكال جينجيفايتس الا لما اعمل لابوراتوري تيست تطلع لي ان انا عندي ستريبتوكوكس كتير تسببت في الانفكشن دي. فساعتها ادي بروت سبيكتروم انتي بايوتيك طبعا وبيبقى جنس الستريبتوكوكس وامبروف الاورال هايجين. كلينيكالي بيبقى جينجيفا بتبقى انفليمد جدا، بتبقى ريد وبينفل
وبيحصلها بليدنج بسهولة. كده احنا خلصنا الكاتيجوري الأولانية في الجينجيفال ديزيزز اللي هي الأكيوت ليجن. الكاتيجوري التانية كانت الكرونيك نون سبيسيفيك جينجيفايتس، ودي بتبقى في كرونيك جينجيفايتس موجودة عادي بس نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني ممكن تحصل نتيجة لوكال فاكتور أو سيستميك بريديسبوزين فاكتور. لوكال فاكتور زي البلاك، الكالكولس، المال أوكلوجن، الشارتوس. سيستميك بريديسبوزين فاكتور يعني أنا لو عندي نيوتريشنال ديفيشنسي، هرمونال ديستربنس أو دايابيتس ميليتس. كلينيكلي ببقى شايفة ايه؟ كلينيكلي ببقى شايفة الجينجيفال مارجن عندي بتبقى ريد لان هي بيبقى فيها انفلاميشن وسوالوين ان فيها اديما. الاستبلنج عندي بيروح وبتصلها بليدنج مجرد بس لما بعمل سلايد تاتش. بيحصل عندي جينجيفال انلارجمنت، فبالتالي بيتكون عندي بسودو باكت، يعني باكتس مش حقيقيه، دي باكت نتيجه الجينجيفال انلارجمنت. يعني انا ما عنديش اتاتشمنت لوس، انا عندي جينجيفال انلارجمنت. الجينجيفايتس دي ممكن تبقى localized أو generalized. localized mainly في anterior region. التريتمنت بتاعتها لو أنا عندي أي predisposing factor أعالجه وأيمبروف الأورال هايجين بتاعي. الكاتيجوري اللي بعد كده في الجينجيفال ديزيزز والكاتيجوري الأخيرة في الجينجيفال ديزيزز هي الكونديشن جينجيفال انلارجمنت. يعني ايه؟ يعني بيبقى عندي جينجيفال انلارجمنت بتحصل في كونديشن معين. كام كونديشن بقى عندي هنذكره؟ عندنا أربعة كونديشن. أول كونديشن بنتكلم عليها هي البيوبرتي جينجيفال انلارجمنت. من الاسم أو من العنوان هنعرف طبعا نتوقع الايج. الايج بيبقى تقريبا في البري بيوبرتال والبيوبرتال بيريد. الايتيولوجي بتاعها ان بيحصل عندي هرمونال تشينج في الفترة دي، أو ممكن يبقى عندي شوية نيوتريشنال ديفيشنسي. طيب الكلينيكال بيكتشر بتبقى ايه؟ بيبقى عندي جينجيفال انلارجمنت، بتبقى كونفايند أكتر للانتيريور ريجن. الانتردنتال بابيلا بيبقى شكلها بالبس وبروميننت جدا زي الصوره. والجينجيفال مارجن بتبقى رد وبيحصل لها بليدنج مجرد بس لما انا بضغط عليها ضغطه بسيطه جدا. التريتمنت بتاعي اول حاجه لازم احسن الاورال هايجين. لو انا عندي اريتيتنج فاكتور زي البلاك والكالكولس اشيله. لو انا عندي نيوتريشنال ديفيشنسي في حاجه يبقى معنى كده لازم الحاجه اللي عندي فيها نقص في النيوتريشنال ديفيشنسي اعوضه بشويه دايتري ريكومنديشن علشان انشور ان انا عندي ادكويت نيوتريشن كويس. اعمل اورال ادمنستريشن الاسكوربيك اسيد. الاسكوربيك اسيد ليه دور عظيم في الهيلينج عامه. والجينجيفال انلارجمنت دي عامه بيحصل لها او بتبدا تهدى افتر البيوبرتي. في الحالات الفيري سيفير ممكن اضطر ان انا اعمل جينجيفال بلاستي. النوع اللي بعد كده هو جينجيفال فايبروماتوزس او ليه اسم تاني بنسميه الاليفانتيزيس جينجيفال. الحقيقه هو نوع رير تايب من الجينجيفال انلارجمنت. اسبابه مش معروفه، ملاحظ ان هو ممكن يكون له فاميليال باترن. الكلينيكال بيكتشر بتاعته زي ما احنا شايفين بيبقى فيه جينجيفال انلارجمنت رهيب عندي، بينفولف الفري والاتاتش جينجيفا، ممكن لوكالايزد او ممكن يبقى جنرالايزد. الانلارج جينجيفا دي بتبقى بينلس، ما بيكونش في عندي وجع خالص، وبتبقى فيرم ودانس اكنها عامله زي البون بالظبط. الكالر بتاعي بيبقى بيل شويه، يعني بيبقى بيل عن النورمال، وبيبقى عندي الستيبلينج واضح جدا زي الصوره. بيحصل ان انا الجينجيفال تيشو دي بيبدا يحصل لها انلارجمنت اول ما السنين البرايمري بيبدا يحصل لها ايربشن. يعني ات بيرث الجينجيفال تيش بتبقى عاديه جدا، ما بتبقاش ما بيكونش فيها انلارجمنت، يبدا يحصل لها انلارجمنت اول ما البرايمري تيس يبدا يحصل لها ايربشن، وبتفضل تستمر بعد كده. البرايمري تيس دي اول ما يبدا يحصل لها شيدنج
تلاقيها بدأت تقل شوية، لكن بترجع تاني، بيبدأ يحصل الجينجيفال انلارجمنت الرهيب ده مع البيرمننت تيس، وبيبدأ يحصل انلارجمنت ممكن يوصل لدرجة انه بيغطي لي كل الكلينيكال كراون اوف ذا تيس. التريتمنت بتاعه ان احنا طبعا بنعمل جينجيفكتومي، لان انا بيبقى عندي انكريز في الجينجيفال تيشو بشكل رهيب زي الصورة. الحقيقة الريكورنس بتاعه موجود، يعني انا لو انا السنان عندي موجودة وانا عملت جينجيفكتومي للأسف بلاقي ممكن يحصل ريكورنس تاني. عشان كده لقوا ان الريكورنس مبقاش ريبورتد لو احنا خلعنا السنان وركبنا دنشا. فالجينجيفال فايبروماتوزس موستلي بيبقى ريليتد دايما لوجود السنان، سببه لغاية دلوقتي مش معروف ليه، بس دي الملحوظة اللي معظم العلماء المعنيين بعلاج أو بدراسة الجينجيفال فايبروماتوزس لقوا إن في علاقة ما بين وجود الأسنان والجينجيفال انلارجمنت. والدليل على كده إن at birth الجينجيفال تيشو بتبقى موجودة، بيبقى شكلها أصلا بتبقى عادية جدا ما فيهاش انلارجمنت، يبدأ يحصل انلارجمنت مع بداية ظهور الأسنان، ولقوا إن احنا بعد ما خلعنا الأسنان ما بقاش فيه ريكرنس، لكن لو عملنا جينجيفكتومي والسنان موجودة لقينا فيه ريكرنس. فلقوا في علاقة ما بين الجينجيفال انلارجمنت ووجود الأسنان نفسها. الكونديشن الثالثة اللي عندي لو موجودة بيبدأ يحصل جينجيفال انلارجمنت اللي هي الدايلانتين جينجيفال هايبربليجي. الكوز من الاسم الدايلانتين، ايه هو الدايلانتين؟ ده انتي كونفولسنت دراج، ده دواء بيتاخد لل الابيلابتيك بيشن او البيشنتس عامه، مش لازم الابيلابسي يعني، بس البيشنتس اللي بيبقى عندهم كونفولجنس بيبقى عندهم تشنجات. التشنجات دي ممكن تكون في الابيلابسي او ممكن تكون في ديزيز ستان. لا، الدايلانتين لقوه هو المسبب للجينجيفال هايبربليجيا. الهايبربليجيا بالتالي بتبقى جنرالايزد هايبربليجيا، بتبدأ اول ما بتظهر في الانتردنتال بابيلا. يبدأ الانتردنتال بابيلا بتبقى شكلها لوبيوليتد وجرانيولر وستيبلت. اللوبيوليتد انتردنتال بابيلا دي بتبقى عاملة بقى زي بعد كده لما بيحصلها انلارجمنت بتشكلها عامل زي اللوبيولز. اللوبيولز دي تبدأ كل انتردنتال بابيلا لوبيوليتد كده وكونتني بقت لوبيول لوحدها. اللوبيولز بقى اللي جنب بعض تبدأ تتحد مع بعض وممكن توصل ان هي تغطي لي الاوكلوزال سيرفيس اوف ذا تيس. الشكل ده او الكونديشن او التيشو انلارجمنت او الجينجيفال انلارجمنت دي ممكن تتسبب لي في تاخير ظهور الاسنان، وفي نفس الوقت ان الانلارج تيشو دي بيحصل لها تروما كتير قوي ديورنج الماستيكيشن، وده بيؤدي للسكندري انفكشن. التريتمنت بتاعتي في الحالة دي، اول حاجة ان انا بعمل proper oral hygiene كويس. لو انا عندي local irritating factor زي البلاك والكالكولس بشيله، بعمل gingivectomy في السيفير كيسز، بدي انتي هيستامينيك دراجز وكورتيكوستيرويد واسكوربيك اسيد. اول من اوائل الحاجات اللي انا برضو بعملها بما ان الدايلانتين هو السبب، يبقى ممكن احاول اكونسلت الفيزيشن لو ينفع يغير لي الدواء. ومؤخرا بقوا بيستخدموا الفوليك اسيد ثيرابي في علاج الجينرال انلارجمنت اللي هي بتحصل نتيجه الدايلاند. الكونديشن الاخيره هي الاسكوبيوتيك جينجيفايتس، دي بتحصل نتيجه فيتامين سي ديفيشنسي. الفيتامين سي ديفيشنسي ايه علاقته بالجينجيفايتس؟ الفيتامين سي مهم جدا للانتجريتي اوف كابيلاري وولز اللي بتبقى موجوده في الجينجيفا عندي. فلما يبقى في عندي نقص في الفيتامين سي ده بيؤدي لكابيلاري فراجيليتي وبليدنج. علشان كده الكلينيكال بيكتشر بتاعته بلاقي عندي بيتيكيا وهيماتوما
وكرونيك جينجيفايتس. الانتردنتال بابيلا والمارجنال جينجيفا بتبقى سوالون وبيحصلها بليدنج بسهولة قوي. التريتمنت بتاعي بما ان انا عندي مشكلة في فيتامين سي، يبقى انا هدي فيتامين سي، بس بديه امتى؟ بديه بعد ما اعمل لابوراتوري فايندنج تثبت لي وتقول لي ان انا عندي فيتامين سي ديفيشنسي، يعني مش عمال على بطال ادي، لا ده لما ابقى متاكده ان انا عندي فيتامين سي ديفيشنسي. بدي من 100 ل 300 مللي جرام في بير دي ان ديفايدد دوزز. وطبعا لازم احسن الاورال هايجين والدايت كوركشن، لان انا ممكن اخد الفيتامين سي ده من الدايت عادي. كده احنا خلصنا الجينجيفال ديزيزز وهنبدأ البيريدونتال ديزيز. البيريدونتال ديزيز كنا قلنا ان هم عبارة عن فور كاتيجوريز. اول كاتيجوري بنتكلم عليها هي الاجريسيف بيريدونتايتس. الحقيقة الاجريسيف بيريدونتايتس ليها برايمري فيتشرز كده عشان اقول ان البيشنت ده عنده اجريسيف بيريدونتايتس. البرايمري فيتشرز بتاعتها هي ان بيبقى عندي الرابيد اتاتشمنت لوس والفلر بون لوس، وممكن تبقى لوكالايزد وممكن تبقى جنرالايزد. يعني انا بيحصل اتاتشمنت لوس سريع جدا وبيحصل الفلر بون لوس سريع قوي، وزي ما بنقول ممكن تبقى او متقسمه ل لوكالايزد وجنرالايزد، ممكن تحصل في برايمري دنتيشن وممكن تحصل في بيرمننت دنتيشن. هنبدا نقول نتكلم على البرايمري دنتيشن ونقول لوكالايزد اجريسيف بيريدونتايتس والجنرالايزد اجريسيف بيريدونتايتس. لوكالايز اجريسيف بيريدونتايتس بتاخد ابريفيشن هي اللاب، وجنرالايز اجريسيف بيريدونتايتس بتاخد ابريفيشن جاب، وحطهم كده قصاد بعض علشان تبقوا تسهل عليكم المقارنه. اللوكالايز اجريسيف بيريدونتايتس بيبقى في عندي لوكالايز لوس للاتاتشمنت والالفلر بون، بتحصل في البرايمري دنتيشن وبتحصل في طفل بيبقى طبيعي healthy child ما عندوش اي systemic condition. طيب العمر، لان دي نقطة اختلاف بينها ما بين generalized، بتحصل امتى؟ بنقول around او قبل سن 4 سنين. بنقول ان هي localized، معنى كده ان هي بتبقى localized في اماكن معينة. ايه هي الاماكن دي؟ في primary molar وفي incisor. اخبار البلاك ايه اللي بيبقى موجود في بق البيشنت؟ بنقول ان بي عندي minimum various amounts of plaque عند ال affected site، اللي هي ايه هما ال affected site تاني؟ اللي هي عند المولر والانسايزر. الحقيقة بيكون في abnormal probing depths بالنسبة لجينجيفال inflammation و rapid bone loss. بمعنى ايه الجملة دي؟ يعني انا لما انا ببقى شايفة ان انا عندي rapid bone loss وعندي gingival وعندي attachment loss، متخيلة ان انا بيبقى عندي انفلاميشن رهيب بقى في الجنجبة، لا بكتشف ان انا عندي جنجبال انفلاميشن بسيط مش متماشي مع الرابيد بون لوس والبروبين ديبس اللي عندي. ده بالنسبة للوكالايزد اجريسيف بيريدونتايتس. طب بالنسبة للجنرالايزد اجريسيف بيريدونتايتس، الحقيقة التوقيت فرق اساسي بينه ما بين اللوكالايزد. اللوكالايزد قلنا اراوند او قبل سن 4 سنين، لكن بالنسبه للجنرالايز ده بيقول لك بيبدا during او soon after eruption of primary teeth، يعني اول ما السنين يبدا يحصل لها eruption. وعلى عكس اللوكالايز aggressive periodontitis، الجنرالايز بتأفكت كل dentition. اللوكالايز كانت مجرد بس في الانسايزر والمولر، لكن الجنرالايز بتأفكت الانتاير dentition. بيبقى الجنجيفال تيشو بيكون فيها minor inflammation و بلاك اكيوميليشن بيبقى كميته برضو قليله قوي، بس هنا بيبقى عندي بقى جينجيفال انفلاميشن بتبقى سيفير جينجيفال انفلاميشن، وبيبقى طبعا زي ما قلنا بيبقى عندي اتاتشمنت لوس بس بتبقى جنرالايت، عندي توس موبيليتي، عندي رابيد البلر بون لوس. وممكن ده كله بما ان احنا بنتكلم ان احنا عندنا رابيد بروجريشن للديزيز ده، وان هو بيبدا soon after eruption of primary teeth، احنا ممكن نلاقي ان عند سن 3 سنين يكون عندي premature exfoliation of all the teeth، كل السنين البرايمري ممكن البيشنت يفقدها عند سن 3 سنين. فدي الفروقات الاساسيه ما بين اللوكالايزد والجنرالايزد اجريسيف بيريدونتايتس في البرايمري دنتيشن.
طيب بالنسبة للبيرمننت دنتيشن، اللوكالايزد اجريسيف بيريودونتايتس في البيرمننت دنتيشن زمان كانوا بيسموها لوكالايزد جوفينال بيريودونتايتس. برضو هي عاملة زي البرايمري، زي لوكالايزد برايمري، انا اسفة، زي لوكالايزد اجريسيف بيريودونتايتس في البرايمري دنتيشن، ان هي بتحصل في تشيلدرن بيبقى هيلثي، يعني مش لازم يبقى عنده سيستميك كونديشن. زي ما احنا قلنا ان الاجريسيف بيريودونتايتس ايا كان نوعها وايا كانت بتحصل اي دنتيشن، البرايمري فيتشرز بتاعتها برضو ان بيبقى عندي رابيد وسيفير لوس للالفيولر بون والاتاتشمنت لوس يعني. وبما ان هي لوكالايزد فهي بتحصل في اماكن معينه، عند الفيرست مولر وعند الانسايزر. في حالات معينه ممكن الاقي ان الديستراكشن ده سيلف ليميتنج، يعني مش زي الجنراليزد مثلا اجريسيف بيريدونتايتس ان هو بيبدا يحصل جنرال انفلاميشن بيبقى فيري سيبير وبينتج عنه ان انا بيحصل فقدان للبرايمري تيس كلها عند 6 سنين. لا، لوكالايز اجريسيف بيريدونتايتس لو ان هي احيانا ممكن تبقى سيلف ليميتنج، بيبقى عندي تيشو انفلاميشن بتبقى اقل وعندي فيري ليتل سوبرا جنرال وسب جنرال دنتال بلاك او كالكولس. ولقوا حاجة interesting جدا في موضوع ال localized aggressive periodontitis في البرمننتيس. لقوا ان بيبقى عندي defect في النتروفيل counts في البيشنتس اللي عندهم localized aggressive periodontitis في البرمننتيشن. دي اكس راي مبينه لي ازاي بيبقى عندي rapid destruction للاتاتشمنت او rapid attachment loss و bone و alveolar bone loss في اماكن معينه. زي بالظبط باين في الاكس رايز اللي عندي بيبقى around the molars و ال incisors. التريتمنت الاجريسيف periodontitis بقى في العموم سواء كانت primary dentition او permanent dentition، سواء كانت localized او generalized، هي واحده، ان انا بعمل بامبروف الاورال هايجين، بعمل كونسلتيشن مع البيشنت فيزيشن لو انا احتجت لكده، واعمل ميكانيكال ريموفال للسوبرا والسب جنجيفال ايجنتس اللي هو البلاك والكالكلس. الكاتيجوري اللي بعد كده في البريدونتال ديزيزز عندي هي البريدونتايتس لما يكون جزء من سيستميك ديزيز، ونيجي تحتيها او يجي تحتيها 3 عناوين. ممكن يبقى في periodontitis associated مع with hematological disorder أو associated with genetic disorder أو not specific لحاجة معينة بنقول عليها not otherwise specified. يعني إيه؟ يعني عندي systemic disease مش specific معين، يعني مش genetic ولا hematological، بس بيكون في advanced alveolar bone. هنتكلم في التقسيمة دي على بابيلون لفيفر سيندروم وداون سيندروم والانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس ديزيز. اول حاجة بنتكلم عليه هو بابيلون لفيفر سيندروم. ده سيندروم هو اوتوزومال ريسيسيف ديزيز، بيكون في جينجيفال انفلاميشن بتبقى فيري سيفير، بتأفكت البرايمري والبيرمننت دنتيشن، وبينتج عنه ان بيحصل اكسفوليشن للبرايمري والبيرمننت تيس. كلمه سيندروم يعني انا عندي اعراض ملهاش علاقه ببعض. فانا عندي الاعراض اللي ملهاش علاقه ببعض ان انا في الانترا اورال او في الاورال فاندنج انا عندي بريدونتايتس رهيبه، بيكون فيها الفيولر بون لوس، وتقريبا بتبدأ عند عمر 2 3 سنين وبتبدأ تقعد تستمر لغاية 5 سنين تقريبا. وإيه الأعراض التانية بقى اللي ملهاش علاقة بالأورال فايندينجز دي؟ إن أنا بيبقى عندي هايبر كيراتوزيس في of palm of hand and sole of feet، في وش الإيدين والرجلين. بتبدأ في البيريدونتال انفولفمنت دي زي ما بقول لكم بتبدأ تقريبا عند 2 3 سنين وبتبدأ تستمر أو بتزيد لغاية سن 5 سنين. عند 5 سنين بيبدأ يحصل total exfoliation للprimary teeth،
ويطلع بعد كده البيرمننتيس، والبيرمننتيس يحصل لها نفس السايكل دي، يحصل فيها بيريدونتال انفولفمنت والبلر بون لوس، واحده واحده يبدا يحصل اكسفوليشن للبيرمننتيس دي كلها. النوع اللي بعد كده عندي هو، او الديزيز اللي بعد كده عندي اللي بتكلم عليه، هو الداون سيندروم. داون سيندروم زي ما احنا كلنا عارفين ده جيناتيك، بيبقى عندي جيناتيك ديس اوردر في الكروموزوم نمبر 21، بيبقى عندي فيه جنرالايزد ايرلي بيريودونتايتس، بيبقى افكت البوث دنتيشن primary and permanent dentition. الفريكوينت سايت للبريدونتال ديستراكشن دي بتبقى تقريبا حوالين برضو الانسايزر والمولر. بيحصل رابيد بروجريشن للبريدونتال ديزيزز ده مع بريماتور لوس للور انسايزر. الديزيز اللي بعد كده عندي اللي هو الجوفينايل دايابيتس، او بنسميه الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس associated periodontitis. ده بيبقى الدايابيتس ميليتس بيحصل نتيجة ان انا بيبقى عندي نقص او absence total absence للانسولين secretion من البنكرياتيك بيتا سيلز، بيبقى عندي انجنجيفال انفلاميشن رهيب، وعلاجه ان انا بعمل البيريدونتال ثيرابي بتاعي الطبيعي، بس في نفس الوقت لازم البيشنت يبقى البيشنت يكونترول الانسولين ليفل بتاعه، يعني ما اعملش بيريدونتال ثيرابي بس. لو انا عملت بيريدونتال ثيرابي والبيشنت ده انكنترول يبقى انا ما عملتش حاجه، لازم الاثنين، لازم اظبط مستوى الانسولين بتاعي ولازم اعمل بيريدونتال ثيرابي. الكاتيجوري الثالثه عندي في البيريدونتال ديزيزز هي الجينجيفال ريسيشن. الجينجيفال ريسيشن اوفن جدا وكومن جدا اشوفها في الشيلدرن. في شوية فاكتور ممكن تو predispose البيشنت دي لجينجيفال ريسيشن، زي ان البيشنت ده بيغسل سنانه او اهله بيغسلوا له سنانه بطريقة غلط فبتعمل تروما، يعني بتعمل توث براشنج تروما. البيشنت ده لو بدأ يعمل اورثو والاورثودونتك توث موفمنت بتؤدي لجينجيفال ريسيشن، او لو انا عندي اصلا periodontitis. التريتمنت periodontitis طبعا هو ما اتعالجتش، التريتمنت بتاعتي عشان كده اول حاجه بقول ان انا بايليمينيت البريديسبوزينج فاكتور وبامبروف الاورال هايجين. الكاتيجوري الاخيره اللي عندنا هي السيلف ميوتيليشن كاتيجوري، ودي بتحصل نتيجه ان البيشنت بيبدا يعمل تروما للسوفت تيشو الاورال سوفت تيشو عن طريق اي حاجه بقى بيدخلها بقه، سواء قلم سواء توثبيك سواء فينجر نيل. زي الصوره اللي قصادنا في ستريبنج بدا يحصل للفري والاتاتش جينجيفا من ناحيه الباكل سايد او الليبيال سايد اوف الاورال اوف الجينجيفال تيش. دي حصلت نتيجه ان البيشنت ده كان بيعمل سكرابنج بالفينجر نيل بتاعه. في صوره بي ده بعد ما اتعمله سيرجيكال بروسيدير وبعد ما البيشنت بدا يبطل هذه العاده، وزي ما احنا شايفين الهيلينج اوف الجينجيفال تيشو اراوند الكناين كويس جدا. الجزء الاخير من المحاضره بنتكلم على الستيننج اللي بنلاقيها في السنين. عندنا ثلاث انواع من الستينز اللي انا ممكن الاقيها في البرايمري والبيرمننتيز. الاول عايزين نقول ان الستيننج بتحصل او حدوث الستيننج بيبقى افكتد بشويه فاكتور، بيبقى افكتد بالسالبري كومبوزيشن والفلو ريتس بتاعه السلايفا بتاعتي، الاورال هايجين بتاعي لو هو بور، لو انا عندي انامل ديفكتس، وبتحصل اكتر مع الايجنج والايجنج، وان بيبقى البيشنت او الشخص بيبقى اكسبوزد لشويه اكسترنسك فاكتور. ايه هم الاكسترنسك فاكتورز دي؟ اللي هي زي الميديكيشن، زي ان هو بيشرب قهوه كتير، شاي كتير، او يدخن سجاير كتير.
عندنا 3 انواع من الستينز اللي احنا ممكن نقابلهم. اول نوع هو الجرين ستين. وجدوا ان ممكن يكون سبب الجرين ستينز دي هي الاكشن من كروموجينيك بكتيريا على الانامل كيوتيكل. ايه الانامل كيوتيكل؟ نفتكرها مع بعض. ده بيبقى عبارة عن ممبرين بيبقى ثين بيكفر النيولي ارابتد تيث. ممكن نلاقي ان اللون الاخضر ده مش لازم يبقى اخضر زي ما احنا شايفينه كده في الصورة، ممكن بيفاري بتوين الدارك جرين لللايت يلوش جرين. بنلاقيه اكتر، مش لازم يبقى مغطي لي برضو الليبيال سيرفيس كده زي ما احنا شايفين في الصورة، لا انا ممكن الاقيه مجرد في الجينجيفال ثيرد اوف ذا ليبيال سيرفيس موستلي للماكسيلري انتيرير تيس. لقوا ايه نوع المايكرو اورجانيزم الموجود عندي؟ لقوا ان فيه شويه فانجاي وبكتيريا، لقوها هي اللي ممكن تبقى مسببه للجرين ستينز دي. ده اول نوع من الستينز اللي عندي. تاني نوع هو الاورنج ستينز. الاورنج ستينز سببها انون، بس لقوا ان هو ممكن يكون او من البريديسبوزينج فاكتور للبور اورال هايجين، ولقوا ان هو بيبقى موجود اكتر على الجينجيفال ثيرد اوف ذا توث، وهو ايزلي ريموفد زين الجرين والبراون ستين او البلاك ستين. ايه بقى البلاك ستين؟ البلاك ستين ده اعتقد ان احنا بنشوفها كتير قوي، بتبقى موجوده في البرايمري والبيرمننت تيث، بيبقى عباره عن زي بلاك لاين او دوتس كده بتبقى ماشية مع الكونتور بتاع الجينجفا، او ممكن تاخد لي الكراون كله. سببه ايه البلاك ستين ده؟ لقوا ان البرايمري كوز هو كروموجينيك بكتيريا اللي هي اسمها الاكتينومايسيس بكتيريا. ايا كان ايه نوع الستين اللي عندي، فالتريتمنت بتاعته واحدة، ان انا بعمل له بولشنج وبامبروف الاورال هايجين للبيشنت كويس. في نقطة كده عايزين نتكلم عليها، او بس يعني ايه نلمح لها، ان احنا في فرق عندي من ما بين البيجمنتيشن والاكسترينسنج ستينينج. البيجمنتيشن ده ان السنان بقت ديسكالرد نتيجة لون بقى موجود جوه السنة في الستراكتشر بتاع السنة نفسها، لكن الاكسترينسنج ستين دي بيبقى السنة بقت ديسكالرد نتيجة تسبغات موجودة على الاكسترنال سيرفيس للسن. عشان كده الاكسترينسك ستينينج ممكن تتشال بصورة بالبولشينج، لكن البيجمنتيشن اي كان ايه سببها يعني ما بتتشالش بالبولشينج، لا ده انا لازم اعمل تغيير في السن نفسها في تو ستراكتشر عشان اعرف اشيل البيجمنتيشن دي. الاكزامبل اللي تبقوا عارفينه هو عن طريق ان انا لو حطيت او استخدمت حبيت اعمل topical فلورايد ابلكيشن في البيشنت واستخدمت نوع اسمه ستانلس فلورايد سوليوشن بتركيز 8%، ده بيسبب لي البيجمنتيشن، بيبقى لونها بيبقى تقريبا لايت براونش او يلوش ستين ديسكالوريشن السن. اخر حاجه هنتكلم عليها هو الكالكولس. الكالكولس مش طبيعي ان انا الاقيه في السن الصغير، بلاقيه اكتر في السن الكبير. في علاقه ما بين اللو كارس انسيدنس والهاي كالكولس انسيدنس، علاقه عكس بعض. يعني لو انا هاي كالكولس انسيدنس تلاقي البيشنت تفتح بقه تلاقيه عنده كالكولس كتير بس عنده ديكاي قليل. البيشنتس اللي بي عندهم منتل اي ويز منتل ريتارديشن ممكن يكون في عندهم كالكولس كتير لاسباب معينه، ان بيبقى عندي مشكله في الماسكولر فانكشن، بياكل سوفت دايت كتير، بيبقى سوفت دايت بيبقى سهل ان هو يفضل على السنه، وانا مع ان انا بيبقى عندي اورال هايجين بور، ومع ان انا عندي ستاجنيشن للسلايفا، كل الفاكتورز دي ممكن تؤدي الى ان البلاك عندي يفضل ما يتشلش ويحصل له بعد كده تحويل لانه يبقى كالس، انا اسفه، يحصل له تحويل ويتحول لكالكولس. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعه النهارده، اتمنى ان هي تكون خفيفه عليكم. لو في اي حاجه مش واضحه او مش فاهمينها، انا ببقى موجوده كل يوم سبت في الجامعه،
لو حد عايز يسألني في أي حاجة related للمحاضرة أهلا وسهلا بيه.